إلى الله بالإعظام والإجلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والآل ومن تبعهم بإحسان ما تجددت البكور والأوصال. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وتذكروا قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنك رحم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أصل في تحقيق العبودية، فالإيمان بالله مبني على التعظيم والإجلال، فلا يصح الإيمان ولا يستقيم الدين إلا إذا ملئ القلب بتعظيم رب العالمين. وكلما ازداد المرء بالله علما ازداد له تعظيما وإجلالا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال الروح الحنين جبريل عليه السلام عند ربه فيقول: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وجبريل كالحلس الباري من خشية الله، يعني كالثوب الباري، خشية وتعظيما وإجلالا لله تعالى. وأما الملائكة الكرام فكانوا إذا تكلم سبحانه بالوحي أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغش، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وأخبر صلى الله عليه وسلم من تعظيم الملائكة لخالقها أنهم ما في السماوات السبع موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وأما رسل الله وأنبياءه عليهم السلام فإنهم لما عرفوا الله حق معرفته عظموه حق تعظيمه، ودعوا أقوامهم إلى خشيته والخوف من عذابه ومنته. فقال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يقول الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحق تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. إنه الله ذو الجلال والإكرام، يسألهم في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأنه.
يخفض القسط ويرفعه، يرفع